طيب بالحضن يا دكتور عماد. اهلا بالحضن، ازيك يا واد؟ الله يسلمك. الف حمد لله بالسلامة. يسلمك. والف مبروك على نجاح الباشمهندس علاء. النبي يوم ما طلعت النتيجة وعرفت انه نجح زي ما يكون ابن وقته. طبعا يا عم ابراهيم، ده انت في مقام المرحوم ابونا. الله يرحمه، كان منى عينه يفرح بنجاحه. والله ونغيبة وحشة يا دكتور. 5 سنين بحالهم يا راجل. زي ما يكونوا 50 سنة يا عم ابراهيم. وحشتني الحتة والناس كلها. يا مرحب يا ابني. شوف بقى، أنا مش هقول لك تفطر معايا النهاردة، لأن ده من حق الحاج. أنا ببعت الفطار شايف والحاجة الحلوة عندنا. ولا الصفا كبرك علينا؟ إزاي بقى يا عم إبراهيم؟ ده إحنا عشنا هنا وتربينا هنا بنفسكم أنتم. ولا ينكرش الفضل إلا ابن الحرام. ونعم الأخلاق يا دكتور. اسمع بقى يا عماد، ما أنا عليك تبلغ سلامي للحاج. ابن ابراهيم فرحان من قلبه النجاح علاء. شوف بقى، المباركه الطياره دي ما تنفعش. نجاح علاء تلزمه ليله تجمع الحبايب كلها. كلك واجب يا دكتور والقبيب بسداده. حلو النقش كده يا ستي. يا لهو بالي عليكي، دي بين الغمزه والغمزه ترقد المعزه. ده ايدك شويه في النقش. اتفضلي يا ستي. روحي شوفي مين. حاضر. بسرعة. حاضر يا ستي. مين يا سعدية؟ الحاجة يا ستي، الراجل ده من غير لا يحيى ولا دستور. راجل مين؟ أنا عارفة يا ستي. إيه؟ عماد. 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 الحمد لله على السلامة يا دنا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ليك وحشة كبيرة قوي يا عم. انت يا عماد اللي بتسافر وتبعدولي؟ لا، المرة دي بقى مفيش سفر تاني خالص. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. وحشني يا عماد، وحشني قوي يا حبيبي. انت اللي وحشاني يا عم. كفاية بقى، ممكن تدخلي شنط؟ يا أخويا سيبها خلينا نفرح. تعرف لو أعرف فزغرت كنت زغرت ورقصت كمان. قدامي بقى أما أحلي لك بقك على الخبر الحلو اللي قلتهولي دلوقتي. يلا. دوق بقى يا ضنايا عمايل امك. الله، مش عايز تاكل من الحاجه اللي انا عاملاها؟ انا صايم يا امي. خبر فرحتي بيك نسيتني، معلش. بس على الله بقى يجب نشهد بيه. نشهد؟ هو سعاده البيه اتواضع وبقى يجي يزوركم هنا؟ يا ابني يا حبيبي، احنا فين وهو فين؟ غش بس اخوك موصيني. على كل حال احنا بكره هنروح نعيد عليهم وناخد لهم معانا الضحك. الظاهر ان في حاجات كتير قوي اتغيرت في البيت ده من ساعه ما سافرت. هنزل. على فين يا بنات؟ هغير هدومي. انت زعلت مني يا ضنايا. هو ذنب حضرتك ايه؟ ابنك هو اللي بيتصرف غلط. اخوك يا حبيبي فرحان بنجاحه ونشأت بيه في معزتك انت وعلاء. نشأت ما بيقدرش اللي بتقوليه. طول عمره بيعاملنا زي ما نكون خدامين عنه. يا حبيبي يا حبيبي، ما بشغل ايه كده؟ هو طبعه كده وبيعمل كده مع كل الناس. هو حر في طبعه، بس احنا كمان مالناش دعوه بيه. امان، انا هقول لك حاجه يا دنايا. انت صحيح ما قصرتش معانا ابدا وانت في الغربه، بس هو كمان كان خير ومغطينا من ساسنا لراسنا. وحياتك يا امي تقفلي العسيره دي. هو علاء فين؟ خرج. راح فين؟ هو نعرف، هو بيقول اسراره لحد. نفسي افضل معاكي العمر كله يا ميرفت. امتى يا علاء؟ امتى اقول للناس كلها ان علاء خطيبي وحبيبي؟ اخوكي، اخوكي بقت معاملته في منتهى القسوه. تصوري، رفض يوافق على سلفه للعمال عشان انا اللي طلبتها باسمهم. ابدا يا علاء، بيتهيألك. نشأت بيحب ودايما يقول انه بيعتمد عليك في كل حاجه. انا فاهمه اكتر منك، وصبرت عليه كتير. كنت محتاج اخلص دراستي وابقى حر عشان اتقدم لك من غير ما يحاربني في لقمه عيشي. اوعى يا علاء، انت مستقبلك في المصنع. انا هفتح نشأت في الموضوع الليله، وان شاء الله بكره لما تيجي مع ماما فاطمه هتشوف. ضروري هيوافق على الخطوبه. خايف يا ميرفت، خايف يصدمني في اعز حاجه في دنيتي. طب ادعي.
الله، مش هتركب اوصلك؟ مفيش داعي حد يشوفنا مع بعض. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ما تجيش الا من القرايب. اقصر لسانك يا سلماوي. يسقط الظلم. اسمع يا سلماوي يا فندم. اسمع بس واسمع الحق. اسكت نشأت بيه. اسكت نشأت بيه. اسكت نشأت بيه. كريت عباس. رجاله اللي بتعملوه ده مش تمام. حقكم مش هيوصل لكم بالطريقه دي. ما نتصرف ازاي يا باشمهندس؟ انت وافقت لنا على سلفة العيد ومضيت الموافقه بنفسك. ما هو كون ان السلفه تتلغي يبقى الاداره لا بتحترم العمال ولا بتحترم النقابه كمان. يا باشمهندس دي عالم لبط مش هتعرف تخلص معاه. سلموا افندي اتفضل على مكتبك ارجوك. باشمهندس ليش هتوصل؟ يسكت نشأت بيه. يسكت نشأت بيه. يسكت نشأت بيه. يسكت نشأت بيه. كفايه حقكم انا مسؤول عنه. امتى يا باشمهندس؟ العيد بكره والناس دي وراها التزامات وحرام الاداره تتلعب في رزقهم ورزق عيالهم. وبعدين معاك يا عباس. اهلا وسهلا يا سعاده بيه. في ايه يا سلمى وفن؟ والله جيت في وقتك يا سعاده بيه. المخفي اللي اسمه عباس ده قلب الدنيا يا بيه. وعلاء فين؟ يا سعاده بيه الباشمهندس بتاعنا عظمه طريه ما اقدرش عليه. ايه اللي بيحصل ده يا باشمهندس؟ صباح الخير يا نشأت بيه. امال انت هنا بتعمل ايه؟ يا فندم العمال سايره بسبب السلفه. من الافضل نتفق على وضع علشان يهديهم. سلفه ايه يا باشمهندس؟ العمال يجبروني ابقشش عليهم بلوي دراع؟ يا فندم حضرتك عارف ده حقهم. كل عيب بياخدوه. محدش هنا ليه حقوق الا اللي اديه انا. على العموم العمال قدام سيادتك. تصرف معاهم زي ما يعجبك. طبعا هتصرف معاهم وهعلمك تصريف ازاي. يسقط الظلم. يسقط الظلم. يسقط نشأت بيه. 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 يا شيخ اتنيل خلاص بقيتوا رجاله وتعضوا الايد اللي اتمدت لكم. عاوزين حقنا يا نشأت بيه. حقكم خدوه من عباس. مش هو اللي بيحرضكم؟ يا سعادة البيه عباس مش لوحده. مش عيب يا اسماعيل تبقى راجل كبير وتتكلم كلام صغار. عباس ده بيحرضكم علشان طمعان في مجلس الادارة. يعني مش منكم. لما تعوزوا حاجة من نشأت بيه تطلبوا من نشأت بيه. عاوزين السلفة نشأت بيه. السلفة أنا لغيتها. هتدفعوها منين؟ يا سلماوي. خدامك يا فندم. اصرف لهم شهر مكافأة. يزيد فضلك يا سعادة بيه. نشأت بيه الراجل الزين. نشأت بيه الراجل الزين. نشأت بيه حبيب العمال. نشأت بيه حبيب العمال. نشأت بيه الراجل الزين. عباس ما تحطهوش في كشف المكافآت. يزيد فضلك يا سعادة بيه. شفت يا باشمهندس نشأت بيه بيتصرف ازاي؟
عباس. كل سنة وانت طيبة يا نادي. وانت طيب، اتفضل. في حاجة يا عباس؟ عايز فلوس ولا حاجة حبيبي؟ أنا مش محتاج لفلوسك ولا لفلوسه. أنا ممكن أجيب عقد وأسافر بره وأسيب له مصر خالص. يا ريت يا عباس. صح يا نادية، هتسافري معايا؟ على الأقل تبعد عن نشأت. ما عندكش فكرة حاسس في نفسي قد إيه بعدك عني. ده محرج عليا مجية كام؟ أهو أنت دلوقتي أختي من لحم ودمي صحيح. الحمد لله إنك فهمتي على حياته. نشأت بيضحك عليك يا نادية. نشأت جوزي يا عباس. دي ورق. عقد عرفي ما تسواش، صدقيني. مسيرو هيكتب علي. مسيرو؟ نشأت مش للي زينا يا نادية. لا احنا من توب ولا هو من توبنا. كفاية يا عباس، اعمل معروف. كرهتني في نفسي من كلامك ده. إذا كنت عايز تسافر سافر، دور على حالك. ما تخربش عليا يا عباس، أنا عايشة مع جوزي وراضية معاه. كده؟ خليكي متشعلقة في حبال الهوى لحد ما تدوب في ايديكي. ساعتها هعرف انتقم من اللي كان السبب. عباس ابعد عن سكة نشأت، ما تتعرضلوش، انت مش قده. عباس 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 عباس. ألف مرحب يا سنشأت، والنبي ده العيد هلف صحيح لما نورت ديلك. ده أنا منى عيني أقعد تحت رجليك كده على طول ولا تسيبنيش. ناقصك حاجة؟ رضاك علي. حاجة تانية؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. سنشأت. نعم. الوحدة بتقسى عليا وأنت بعيد عني. منى عيني عيل صغير يفكرني بيك في وحدتي. ده الكلام اللي قالهولك عباس. عباس؟ وحياتك عندي، عباس ما قال لي حاجة. عباس ده بيعزك وخدامك. كدابة. أنا ممكن أمسحه من على وش الدنيا وأمسحك معاه، فاهمة؟ أهون عليك، ده أنا خدامة تراب رجليك. أنا بكرهه علشان بيسمم أفكارك زي ما سمم أفكار العمال. سنشأت، ده أنا ماليش أهل ولا نسب ولا ناس غيرك. ده أنت جوزي وسيدي وتاج راسي. وحياة معزتك عندي. أكبر بخاطري. مساء الخير يا حاج. اهلا يا عباس. الحمد لله على سلامة الدكتور. الله يسلمك، اتفضل. لا معلش، انا قلت مش ممكن اطلع انام قبل ما اجي ابارك لك على رجوع الدكتور. تصبح على خير. استنى يا عباس اجيب لك كحكتين تبل ريقك عليهم الصبح. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حاج. انت عباس الشربيني؟ ايوه. اطلع قدامك. ليه؟ بعدين هتعرف. يلا. ارجع لي. انت مين يا عمان؟ في
ايه يا حضرتك؟ اتفضل روح لحالك. فين المشروع ده يا فندم؟ كذاب كذاب، انت اللي حاطينه. اخرج. انا ما اعرفش حاجه عنه. عملها نشأة يا دكتور، بلغ العمال اعمل معروف. يلا بلاش كان فارغ. انت اللي جبت ده كله لنفسك، حد يقف قدام نشأة بيه؟ كمان ما عندوش رحمه. احنا مالنا يا ابني؟ عماد. اهلا دكتور عماد، حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا مصطفى. روح انت يا منصور. اتفضل يا دكتور. نشأت بيه موجود؟ لا والله لسه ما وصلش. اهلا يا عماد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل. على فكرة أنا زعلانة منك يا عماد. ليه يا فندم؟ أفندم؟ إيه أفندم جيس يا عماد؟ بقى تبقى في مصر ومعرفش إنك جيت. أنا رجعت النهاردة بس، وديني جيت في نفس اليوم. ما تتصورش أنا فرحانة قد إيه إنك هتفضل معانا على طول. أنا هقوم أجيب لك حاجة ساقعة. أهلاً يا أبي نجم. أهلاً. مين؟ عماد؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عن إذنك. يعني علاء ما قالتش إنك رجعت. في الحقيقة يا فندم أنا كمان لسه ما شفتوش. أكيد يبقى في حاجة مهمة هي اللي جابتك. بالظبط كده. اتفضل. صباح النور. كل سنه وانت طيبين يا رجاله. انت طيب يا دكتور عماد. كل سنه وانت طيب يا عم ابراهيم. كل سنه طيب يا صعبادي. اهلا وسهلا. تسمح لنا بكلمتين يا باشمهندس؟ خير يا صعبادي؟ طبعا خير. انت معانا ولا ضدنا يا باشمهندس؟ تقصد ايه؟ مش فاهم. لو انت ما بلغتش مش حالي. ما كانش الدكتور عماد هو اللي بلغنا الخبر بنفسه. خبر يعني؟ عباس اتقبض عليه ليلة امبارح. نشأة بيه سكتهم بالمكافأة نظير ما يقبض عليه. انا ما اعرفش حاجة، ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. ازاي ما قلتليش يا عماد؟ على العموم ازمه وتعدي. كلام ايه ده يا استاذ علاء؟ لا مؤاخذه يعني، اذا ما كان ليش حق اتكلم باسمهم من يوم ما طلعت على المعاش. انما ده ما يمنعش ان نقف مع الحق. وانا يعني اللي ضد الحق؟ احنا مش هنسكت على الحال ده. احنا لازم نقابل نشأة ونشوف لنا صرفه معاه. الموضوع بالشكل ده هيكبر من غير داعي. ازاي يا علاء؟ عماد ارجوك انت ما تعرفش حاجه عن الموضوع. اسمع يا اسطى عباني، النهارده يوم مفترج وبكره يحلها ربنا. مفترج ازاي بقى وزميلنا مقبوض عليه؟ عباس انا مسؤول عنه. مفيش داعي يا رجاله، كل واحد يروح لعياله. هو ده كلامك يا باشمهندس؟ هو ده الكلام الصح. سيبوه لنا الموضوع ده وانا هتصرف. امرك يا باشمهندس، بس بلغ نشأة بيه عباس لازم يعيد في بيته بدل ما يحصل في الامور امور. موقفك كان محرج واحرجتني معاك. ما كانش في اي داعي تتظاهر انك ما تعرفش اي حاجه، خصوصا اني قلت لهم اني بلغتك. اسف يا عماد، بس كان لازم اتصرف كده. ليه؟ انت مع العمال ولا ضدهم؟ عماد يا اخويا، افكارك المثاليه دي مش وقتها دلوقتي، اعمل معروف. مش مساله مثاليه. العمال دول وثقوا فيك، فلازم تكون على مستوى الثقه دي. في موضوع اهم من كده يخليني لازم اماين شويه مع نشأة.
طماين. اذا كنت فاكر ان نشأت ليه اي فضل عليك تبقى غلطان. لو ما كانش محتاج لك ما كانش عينك في المصنع. الموضوع بالنسبه لي اكبر من كده بكتير. بعدين هتعرف كل حاجه. طيب نزور بابا الاول. اسمع يا عماد، انا عمري ما زعلت منك ومش عايزك تزعل مني. انا مش بناقشك عشان زعلان منك. لا انت زعلان ما تنكرش، احنا مؤكد بنختلف عن بعض في تفكيرنا، بس ده مش هيغير انك اخويا الكبير في مقام المرحوم بابا بالظبط. عشان كده عايزك تكون جنبي النهارده. تقصد ايه يا علاء؟ عايزك تيجي معايا عشان نزور نشأت. نزور نشأت ليه؟ ليكن رأيك في نشأت زي ما يكون، بس أنا هخطب ميرفت النهاردة. بتقول ميرفت؟ مفاجأة مش كده؟ هي فعلا مفاجأة. مش عارف أقولك إيه. تفتكر نشأت هيوافق على الخطوبة دي؟ موافقة نشأت دي شكليات، المهم صاحبة الشأن موافقة. أنت متأكد من الكلام ده؟ يا دكتور عماد اخوك واكل الجو قوي. ميرفت متشنكله والنظام ماشي تمام تمام، هي نفسها اللي هتمهد الجو. زمانها دلوقتي فتحت اخوها في الموضوع. يلا يا شيخ خلينا نقب على وش الدنيا، ده من جور السعيد يسعد على راي امي. اسكت. ميرفت دي لازم تبعد عنها خالص. دي اول مره صوتك يعلى عليا يا عماد. عشان انت هازل تتكلم عن ميرفت زي ما تكون بيعه ولا شروه. انا لا يمكن اتصور انك تتصرف بالطريقه السخيفه دي. على العموم انا مقدر مساعداتك ليا السنين دي كلها. ما تبقاش غبي وتفهم كلامي بالشكل ده. امال عايز نفهم ايه يا دكتور؟ انت مش هتتجوز من العيله دي وخلاص. انت مش واثق عليا يا عماد. لو اخويا الكبير تعالى معايا اتشرف بيك قدام نشأت، لما انا معوض الصغير واقدر اعتمد على نفسي كويس. يا سلام يا ما دورت وراكي من الصاله لاوضه النوم للمطبخ وانا ماسكالك معلقه الدواء. ايام ما افتكر لك العافيه وعيتي بالحصبه. انت خدتي الحصبه ولبسوني انا الجلابيه الحمر. يا سلام على الايام يا ولاد. اتفضلي في الصالون يا ماما فاطمه. ما هنا كويس. اتفضلي. يزيد فضلك يا ست العرايس. ما تدخلي يا بنت الحاجات دي المطبخ. حاجه تكسف مش قد المقام. عملت ايه؟ هو عماد ما كلموش. عماد؟ وعماد دخله ايه؟ معرفش، اصله جه قابل نشأت امبارح بالليل. بس ده معرفش موضوع خطوبتنا الا النهارده الصبح. غريبة، انا كمان حسيت انه جاي يكلمه في موضوع تاني بس مرضيش يقولي. انتوا سايبيني قاعدة هنا لوحدي، انتوا بتقولوا ايه؟ ابدا يا ماما. مبروك نجاح علاء. الله يبارك فيكي عقبال ما نبارك لك، بس بقى المباركه هنا ما تنفعش. انا ان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يقدرني وهعمل ليله كبيره هعزم فيها الحبايب وحبايب الحبايب. طبعا بمناسبه نجاح علاء ورجوع عماد بالسلام، وان شاء الله تشرفينا انت ونشأت بيه. برافو برافو فعلا يا نشأت. انا بحسدك على براعتك في النشان. راجل ما عندوش اي مشاكل تمنعه من التمرين. انا اتعودت ادوس المشاكل برجلي، يمكن مشكلتي الوحيده ان ما عنديش مشاكل. الحقيقه نشأت ده مشكله في حد ذاته. ازاي بقى؟ راجل زي حالاتك شباب وثروه ما فكرتش تتجوز لحد دلوقتي. صفوت بيه الظاهر بيتكلم باسم الجنس اللطيف. حقيقي ليه ما فكرتش في الجواز يا نشأت؟ عشان ما اتخلقتش للجواز، ما دام قادر اتمتع بحياتي اتمتع. بس الايام ممكن تسبقك يا نشأت وتلاقي نفسك محتاج لابن يحمل اسمك. يا صفوت انا بعيش حياتي بالعرض، مش مهم ايه اللي هيحصل من بعدي. يزيد فضلك يا سعاده الكبير. عاوز تقول ايه؟ الجماعه عاوزين سعادتك. جماعه؟ جماعه مين؟ الست ناديه وصلت من شويه وعاوزه سعادتك ضروري.
ايه اللي جابك هنا؟ سامحني يا نشأت، اذا كنت اتجرأت وجيت من غير لف ودوران. عاوز ايه؟ عباس اخويا. الولد ده مش عاوز اسمع سيرته خالص، وهو قدامه عمره يبقى مياس نشأت. انا حذرته قبل كده ما سمعش كلامي. هو عباس انتبع ولا نزل؟ في ايده ايه؟ انا رحمته وخدته من الشارع وعينته في المصنع عشان انت غلبانة. عايز يحط راسه براسك. هو استني، معلش المسامح كده لازم اعلمه ما يفتحش عليه خالص. وماله يا اخويا، ما انت سيبنا كلنا، علمه وقدمه زي ما انت عارف. طيب طيب، انت جيت هنا ازاي؟ جيت في تاكسي ومستنيني بره. طب روحي دلوقتي. حاضر. سنشأت، انا حاطه توكالي على ربنا وعليك، عشان خاطر بلاش ترمي في السجن. المره دي حارسه من ودانه عشان يتربى، لكن مره تانية هحط له عقله في راسه يا اخوي. الهي ربنا ما يحرمنيش منك. اسمعي. نعم. أنا مش عاوزك تيجي هنا مرة تانية، فاهمة؟ حاضر، أنا ماشي أهو. طيب. ما كنتش هعملها تاني. البي وصل يا فتحي. المكتب استنى. حيوان، حطيت لي على القهوة لبن يا حيوان. يا فندم دي أوامر ميرفت هادي. امشي اعمل لي قهوة سادة بسرعة. حاضر يا فندم. حاضر. يلا. حاضر. انت حكايتك بالظبط. مساء الخير يا ابي. انت هتشربين القهوة على مزاجك؟ لا طبعا، انا هعمل لك قهوتك بنفسي. استنى عندك، انا عاوزك في كلمتين. خير يا ابي؟ انت كنت فين؟ وانا مش هقول لك الا لما اعرف انت زعلان ليه. كنت فين؟ الو، انا نشأت. وانت طيب؟ لا، كنت عاوزك عشان الولد اللي مرمي عندكم ده. الولد ده مشاغب وبيحرض العمال ضدي. لا لا، مفيش داعي للحبس. المهم مش عاوزه في المصنع، كفايه عليه كده. عايزك تملص له وداله. ايوه، يكتب استقاله ويتنازل عن اي تعويض او اي مكافاه. مع السلامه. حيوان ابن 60. حضرتك بتتكلم عن مين؟ مش شغلك. انت كنت فين؟ هو تحقيق؟ لا طبعا، بس كنت عاوز اعرف. كنت بوصل ماما فاطمه بيتها، اصلها جت تعايد عليك وجابت لك معاها كحك. انا ملاحظ انك مديه الناس دول اهميه زياده عن اللازم. ليه؟ مش فاهم. ما انا كنت عايز اكلم حضرتك في الموضوع ده. كلمي. انا مش عارفه بتيجي ازاي، لكن ارجوك تسمعني للاخر. سمعك. حضرتك ربيتني على الصراحة، وعودتني ما اخافش من حاجة اعملها ما دام مقتنعة بيها. تمام. يا ابي، انا وعلاء بنحب بعض وتوعدنا على الجواز. تتجوزي علاء؟ ايوه، مش ناقص غير موافقة حضرتك. ابي نشأ، حضرتك سمعتني؟ ايوه. امال ما ردتش عليا ليه؟ الحقيقه ما كنتش متصور نسمع منك الكلام ده. ليه يا ابي؟ علاء شاب ممتاز وحضرتك تعرف اخلاقه كويس، وبعدين احنا بنحب بعض زي اي اتنين ما بيحبوا بعض، وعلاقتهم بتنتهي بالجواز. كفايه، اطلعي وطبي شنطك عشان هنسافر ايطاليا. ايطاليا؟ اعمل ايه في ايطاليا؟ عشان افوقك من الجنان اللي انت فيه ده. ده رأيك؟ ولازم تنفذيه. مش هتقدر تجبرني على السفر. تعالي هنا. أنا هتجوز علاء. وأنا أمنعك تفرطي في نفسك واسم عيلتك مع ابن ابني واحدة كانت بتشتغل دادة عندك. حد كان منعك لما اتجوزت نادية؟ أنا ما اتجوزتهاش. ده جواز عرفي. تحب أتجوز علاء بعقد عرفي؟ اخرجي. كده يا ابي، بس الضرب مش هيفيد بحاجه. انا حره زي زيك تمام، وهتجوز علاء. تعالي هنا، انا هقتلك واحد.
منه. الدنيا مش سايبه. مربت راجل وقدرت تزعق في اخوك واظن من حق اسيب لك مسؤوليه البيت شويه. اخوك ما يقصدش يا حبيب. انا اقصد كل كلمه بقولها. الله علاء اشمعنى ما فكرتش في حكايه السفر لما قلت لك على حكايه ميرفت؟ وميرفت ايش دخلها ما بينكوا يا ابني؟ ابنك زعلان عشان هخطبها. ما تبقاش مجنون علاء. شيل الافكار دي من دماغك. انا عمري ما فكرت في ميرفت. وحتى لو كنت فكرت الموضوع ده انتهى من ساعه ما قلت لي انكم بتحبوا بعض. انت كداب. علاء. ايوه كداب. علاء 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 مش معقوله. ايه ده يا ابني؟ لو صادق في كلامه ما كانش حاول يمنعني من اتقدم لها. ما كانش فكر يسيب البلد وسافر. اغتشي علاء. علاء بس ميرفت خطيبتي يا دكتور وانا قادر احميها من اي نظره تطمع فيها. يا علاء ايه؟ طمن علاء انا مش قاعد في مصر دقيقه واحده بعد النهارده. تعذب ايه ده بس يا ربي؟ ما عندكش فكرة أنا عملت إيه عشان أقدر أقابلك. أنا مش قادرة أتصور إن نشأة ممكن يبعدنا عن بعض. علاء أنا مش عايزة أتسبب لك في أي مشاكل. ما تقوليش كده يا ميرفت. أنتِ كل حاجة في حياتي. لازم هنتجوز. نشأة مش هيسكت. ده مصمم يسفرني بأي ثمن. إحنا أقوى منه بحبنا. لازم نفرضه عليه قدام الناس كلها. ازاي علاء؟ المهم حاولي تأخري سفرك بأي شكل. بعد كده مش هيقدر يعمل أي حاجة. أنت جاي هنا عايزة مني إيه؟ الحمد لله على سلامتك يا عباس. سلامتي؟ ده انت اخويا يا عباس ومالناش غير بعض. صح. اتفرجي. بصي وامني عينيكي كويس. يا حبيبي يا اخويا. اخوكي ولسه قادره تنطقيها؟ مش بايدي يا عباس. انا انت اخويا وهو مهما كان راجلي. وسباه وجاي ليه؟ تغور الارض بيكم لحد اللي اتكسر ما يتصلح. بلاش يا عباس بلاش تقف قصاده. صبره له حدود واللي عمله فيا تمنه عمره. وغلاوة ساعتك يا ساعة البيئة انا قلبي بيسقط في رجليا طول ما بسمع فقاعة البندقية دي. جبت التذاكر؟ ايوه يا سعادة البيه. التأشيرة وتأكيد الحجز ده كله بفضل حيثية سعادتك يا بيه. بس أنا عاوز أقول حاجة يا بيه لو سمحت. أنا الفار بيلعب في عيبي. عاوز تقول إيه يا حيوان أنت؟ يزيد فضلك يا سعادة البيه. يعني خدامك سلماوي يا بيه مش لازم يعرف برضه إيه حكاية السفرية المفاجأة دي؟ أنت بتتجسس عليا؟ أنا بيه. معلش يا بيه. طول عمرك مظلوم يا سلماوي.
لسه صاحي يعني. انا كمان مش جاي له. اول مره نحتد على بعض بشكل. خلاص يا علاء، ما تندمش على اي حاجه قلتها. قدر غريب فعلا. ليه ما قلتليش الحقيقه؟ ليه ما صرحتنيش من زمان؟ كنت بعتبر الموضوع شخصي ما يهمش اي حد غير يعرفه، لكن اديك فهمت الحقيقه. اسمع، مفيش داعي نتناقش في الموضوع ده اكتر من كده. لكن صدقني يا علاء، انا بتمنى لكم السعاده من كل قلبي. ربنا يوفقكم ويسعدكم. اقسم لك لو كنت صرحتني بالحقيقه ما كنتش فتحت ميرفت باي حاجه، ما كنتش قلت لها كلمه واحده. ما تبقاش عبيط. ذنبها ايه المسكينه تتحرم من حبها عشان شخص عمرها ما حست بيه ولا حبيته؟ ما تشغلش بالك، انا طول عمري عندي احساس ان انا اقل من عيله نشأت. انا سافرت السنين دي كلها على امل اني اكون قرشين يخلصوني من الاحساس ده، لكن دلوقتي انا ربيت راجل مليان ثقه في نفسه، ما عندوش عقده ابن الداده. صدقني انا مسافر وانا سعيد. مستحيل اسيبك تسافر واكون انا السبب. مستحيل. حط نفسك مطرحي. تفتكر من العدل تطلب من نفسك اللي بتطلبه مني؟ اظن كده متفقين. يلا نام عشان نوم بدري وتوصلني المطار. وما تنساش تبقى تبعت لي صوره فرحكم. الله، في ايه تاني؟ بس أنا محتاج لك يا عماد، محتاج لك. نشأت مش موافق على جوازي من ميرفت. بتقول إيه؟ ده اللي حصل. ده يبقى مجرم، لسه عايش في هيلمانه القديم. اسمع، أوعى تضعف قدامه. ما دام ميرفت بتحبك، أوعى تستسلم له. أنا عايزك تكون جنبي يا عماد. بكرة هنعمل حفلة بسيطة بمناسبة نجاحي، وهعزم أهل الحي. هكتب كتابي على مرة قدام الناس كلها. حاضر يا سيدي، على الاقل اسافر بعد ما اشوف الفرحه في عينيكم كلكم.
مطرح ما تروح الكلب ان كان مجروح الجرح مسيره يروح الكلب ان كان مجروح الجرح مسيره يروح والحب ان كان بالروح وياك مطرح ما تروح وان كان عالتوبة يا ولدي باب التوبة مفتوح وان كان عالتوبة يا ولدي باب التوبة مفتوح ما يصحش بعد توبة ترمينا المجادير مبروك يا عماد الله يبارك فيك يا عم عقبالك يا ابني المأذون اتأخر عايزين نلحق قبل نشأة ما ياخد خبر ما تشغلش نفسك أنا هروح أستعجله روح أنت هنحصل اي يوم الوعد يا ابوي مكتوب والعمر كمان محسوب الوعد يا ابوي مكتوب والعمر كمان محسوب وانا وانت مهما هنصبر مش هنحصل اي يوم وتعالى نقول للعاصي ربنا يهديك وتدوم وتعالى نقول للعاصي ربنا يهديك وتدوم ما يصحش بعد التوبة أنا بينا على العربية احنا هنسافر دلوقتي حالا انا مش ماشية من هنا ومش هسافر هنتفاهم في السكة انا مش خايفة من حاجة انت مجنونة اذا كان الولد ده خلاك تفتحي عينيك قصادي انا همسحه من على وش الدنيا انا محترم وجودك في بيتي يا نشأة بيه اخرج اصل ايدك يا نشأة قبل ما اخلص عليك الظاهر الكلاب كلها صوتها عالي في يوم واحد ارمي اللعبة اللي في ايدك دي يا ولد ما تحاولش تعمل راجل قدام الناس كلهم عارفين انك جبان وتتحامى ورا فلوسك ونفوسك لكن انا اللي هدفعك الثمن غالي ثمن ذلك لنادية نشأة بيه نادية مين اللي بتتكلم عنه نادية مراتك يا سعادة البيه انت سكران انا معرفش حد بالاسم ده جبان واطي امسكوه مفيش حد هيعرف من سكتي كلهم هيشكروني لما اخلص الدنيا منك الحقونا يا ناس الرجاله هتقتل بعضيهم لا 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 سيبه يا سلماوي اطلبوا البوليس انا بريء من دم ابنك يا حاج طنيت عيدي لو كنت قصدته بالشر يرضيك اللي بتعمل فيا ده ما تخافش يا عباس انا
هقول للنيابة على كل حاجة. وتفتكري مين القاتل الحقيقي؟ نشأت صبري أخويا للأسف هو اللي قتل علاء. المتهم عباس الشربيني اعترف بملكيته للمسدس بنية قتل السيد نشأت. بس الرصاصة اللي طلعت نشأت هو اللي ضربها، كان يقصد علاء. ايه الدافع اللي يخلي سيد نشأت صبري يقتل خطيب اخته؟ لانه كان معترض على الخطوبه وحاول يعتدي بالضرب على مرحوم اخويا قدام الناس كلها. تفتكر ده مبرر كافي علشان يقتل؟ طول عمره انسان مستبد اتعود محدش عرضه. انا عاوز دليل مادي على اتهامك. نشأت بيه؟ نشأت بيه مالوش ذنب باللي حصل. لكن الشهود كلهم بيتهموه. لا دي إرادة ربنا ما يغلاش على خلقه. الحقيقة الموقف صعب علينا كلنا. مرحوم علاء كان في معزة أخويا وأكتر، وكمان كان خطيب أختي. طبعا حضرتك عارف إن أنا متطوع للشهادة رغم الحصانة اللي عندي. كل اللي برجوه من سيادتك إنك تقدر الظروف المؤلمة اللي تمت فيها أقوال الشهود. الحزن بيخلي أعصاب الناس تفلت. معذورين. ربنا يصبرنا كلنا. دي سنة الحياة يا ميرفت ولازم نخضع لها. سنة أنانيتك وكبريائك. أنا متحمل حزنك لحد ما تفهمي. هتقدر تعمل إيه بعد الدم اللي بيني وبينك؟ عباس هو اللي قتله. أمه نفسها برأت. حتى لو العالم كله برأك هتفضل في نظري قاتل ومجرم. خلاص اضرب. اقتلني زي ما قتلته. نادي فرشك وغطاك. لو الدنيا كلها ما ساعدتكش تساعد حبابي علي. ألف سلام عليك من الزعل. أخوك قتل علاء. هدر دم نفسه. ده احنا كلنا فدا تراب رجليك. بس ما تزعلش روحك. الله يسامحك يا عباس. هو اللي قتل. مصدقاك. ده انت وعدي في دنيتي. أما أشوف الوعد هيوديني لفين. بتبصيلي كده ليه؟ خاصي. مش انت اللي برأتيه؟ ازاي قادرة تقعدي هنا؟ هتقولي لعلاء ايه؟ أمك هي اللي هضرت دمك؟ وكنت أعمل إيه؟ تعمل كتير! أنا هبلغ النائب العام! وأخسركم أنتوا الاتنين. مش هنخسر غير ذلنا وخوفنا. إعمل معروف يا ابني. ده أنا أمي يا ناس، حرام عليكم. ما تدهاش نار يا ضناي. سافر أنت شوف مستقبلك يا عماد. افطاري ودم أخويا هنا. ما عادش ليا سفر لحد ما انتقم من المجرم اللي قتله. يا ما قالوا لي داري على فرحتك. وبخري عيالك يا فاطمة. وانا ما سمعتش. انت جاي هنا ليه؟ هروح فين يا دكتور؟ لو كان على دموعك اخويا دفع قصادها عمره. مش انا اللي ابكي علاء بالدموع. علاء يتبكي عليه بالدم. دم؟ ايوه يا دكتور عماد. الجرح جرحي انا لوحدي. ما تظلمنيش بذنب اخويا. الجرح واحد لحد ما ننتقم من اللي قتل. ابعد عن سكتي. انا مش محتاج دموعك ولا دمك. ليه كده يا ربي؟ واحد ضاع والتاني هيضيع بسببه.
عبادي عبادي، ايه في ايه؟ ما تسيبيني نايم. قوم شوف مين بيخبط على الباب. ومين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ بس انا عارفه بقى. يا ساتر. ها طلعت افراج؟ لا هربت. وهيفيدك بايه هروبك؟ لازم اغسل عاري واخد بطار علاء. ده اقل ما يجب. ده مبلغ بسيط ارجوك تعتبريه مكافاه لغايه ما تساوي المعاش. يا ريتني كنت عضمه في تربتي ولا قبضتش مكافاه الغالي. دي سنه الحياه يا فاطمه. عباس خد جزاؤه. عباس. ايوه عباس. امال عماد فين؟ عماد خرج مش هنا. الولد ده مش كان بيسافر؟ ايوه. لا هو فتح عياده مش كده؟ ما هنش عليه سيف. الولد ده مش خايف عليك يا فاطمه؟ ازاي يا سعاده البيه؟ بعت يشتكيني النائب العام. عماد؟ على كل حال الشكوى اللي كتبها ضدي موجوده هنا في جيبي. فهميني ان نشأت هنا هو القانون، كلمته مصدقه عن اي لعب عيال من النوع ده. حاضر يا بيه. انا كمان ما انساش الناس العاقله. اظن مفهوم يا فاطمه؟ مفهوم يا سعاده البيه. فهمي كمان ان انا هعينه دكتور خصوصي للمصنع بتاعي. عقليه وخليك يستلم الشغل من بكره. انا موافق. هروح واقول له انا موافق اشتغل عندك. الله يهديك يا ابني. اهو انت كده بتعز امك صحيح. نشأت فتح على نفسه باب جهنم. انت لسه اللي في دماغك في دماغك يا ابني. هتقف في سكته ازاي؟ اذا كان القانون معاه انا هحاربه في مركزه. في نفوذه اللي بيلعب بيه الناس. وبعدين معاك يا ميرفت، انا لغايه دلوقتي مستحمل تصرفاتك، بس لازم تعرفي ان ما عنديش لا عزيز ولا كبير. عارفه يا نشأت بيه. ما هو مش ممكن كده. شيلي الجنان اللي في دماغك ده. جريمتك اكبر مننا احنا الاثنين. انا مش مسؤول عن موت علاء. انا ما طلبتش منك انك تبرئ نفسك قدامي. انت هتعديني اكتر من امه؟ من اخوه اللي بيتعاون معاه؟ عماد وافق انه يشتغل عندي في المصنع. محتاجة ايه علشان تفهم الناس دول على حقيقتهم وتشيل الوهم اللي في دماغك؟ مرمت مرمت مرمت. الو. ايوه يا سلماوي. اتكلم وخلصني. عاوز تقول ايه؟ ايه؟ عباس هرب؟ انت متأكد من الكلام ده؟ طيب طيب انا هتصرف. ما شاء الله. شكرا. وين العفو. مع السلامة. فاضل عندك حد يا ابراهيم؟ وبعدين بقى معاك يا دكتور، لقطة دي كانت قبل ما اطلع المعاش. ولا تزعل يا سيدي. فاضل مين عندك يا باشا تبارك؟ خير ربنا كتير، بس والنبي صعبان عليا، مموت نفسك مع بتوع نص ريال وريال، وبعدين على الحال ده مش هتجيب ابدا ثمن الكهرباء اللي هدفعها اخر الشهر. انت اللي بتقول الكلام ده يا ابراهيم. انت نسيت ان العياده دي هي شقتك اللي بتنام فيها؟ ولا انت تبقى شاهم معايا وعاوزني انا اتاجر بقى اللي حتتي؟ يا سلام. والنبي يا ابني كلامك بينسيني نفسي. طول عمرك اصيل. وعشان كده ربنا محبب فيك خلقك. متشكر يا ابراهيم. انت عاوز تقول حاجه يا ابراهيم؟ الهنم خطيبة اخوك الغالي عايزه تقابل حضرتك.
ميرفت عاوزه ايه؟ البنيه دي جوهره يا احمد يا ابني، وكمان من ريحه الغالي، مش زي اللي ما يتسماش اخوها. اتفضل استاذ، اتفضل. مش هعطلك كتير يا دكتور، هو سؤال واحد جاي اساله لك، بس عايزك تجاوبني بصراحه. مفيش داعي ان اخوك يعرف ان جايك هنا. نشأة ما بيخوفنيش انا يا دكتور، قول انك عايز تحافظ على وظيفتك الجديده. اسمعي يا مرمت هاني، لو عاوزه تثبتي انك الانسانه المخلصه الوفيه اللي بتحاول تحافظ على ذكرى اخويا، فثقي تماما اني مش محتاج للاثبات ده. العلاقه اللي كانت بتربطك بينا خلاص انتهت. تقدري تتجوزي وتعيشي زي اي واحده من وسطك ومحدش هيحاسبك، لكن ابعدي عن حياتي. حياتك عمرها ما تهمني في حاجه يا دكتور. انا كنت متصوره انك هتدفع القاتل تمن جريمته بدل ما تتعاون معاه. كفايه علاء دفع عمره نظير علاقه، كنت عارفه ايه مصيرها. كنا بنتحدى جبروت نشأت. انت بتبرر جبنك يا دكتور؟ لو سمحت. مبروك عليك الوظيفة. انا نبهت ما حدش يشتغل على المكنه القديمه. طب عني يزود مقطعيته يجري على العيال يتحمل نتيجه اهماله. يلا يا اخوانا كل واحد يروح لحاله واصرف الاسعاف كمان ملاش لزوم. يا دكتور عماد، دكتور عماد، يا دكتور عماد، بقول يا دكتور عماد، أنا شايف إن مفيش داعي للهليلة دي كلها. الراجل بينزف ولازم يروح المستشفى. ده جنس فرعون، ما تحبكهاش قوي كده. شوية ميكرو كروم ويومين أجازة وتعدي. أصلها هتبقى مسؤولية على الإدارة. مش أنت اللي أمرته يشتغل على المكنة دي وكنت بتحاسبه على إنتاجها؟ أنا؟ ده المحاسب ربنا يا دكتور. على العموم دي أوامر نشأة بيه. كده؟ أيوه. على العموم أنا هنقله عندي في العيادة. اهلا وسهلا نشأت بيه. دكتور عماد موجود؟ موجود يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا نشأت بيه، اتفضل. تقصد ايه يا دكتور بتصرفك ده؟ تصرفات ايه يا فندم؟ انت موظف عندي ولا عند العمال بتوعي؟ انا موظف عند حضرتك بس في خدمه العمال، مش معقوله اشوف مصاب ولا اسعفوش. لا، تقوم تنقله عندك في العياده؟ سيادتك رفضت ان الاسعاف تيجي تاخده المستشفى، ومش معقوله اسيبه ينزف لحد ما يموت. يروح في 60 داهيه، مش هو اللي عور نفسه؟ بالبساطه دي؟ انت فاكر ايه؟ أرواح الناس دي لعبة في إيديك؟ تاكلهم لحم وترميهم عظم؟ لا يا نشأة بيه، من أبسط قواعد الرحمة إنك تقف جنب المحتاج، تمد له إيدك وقت الشدة، تساعده على الأقل علشان ما يحسش إن لوحده، يحس إن فيه. بس من فضلك هتديني درس في الأخلاق ولا إيه؟ هتشتغل واصي عليا وعلى العمال بتوعي؟ لازم تفهم إن العمال دول جزء مني، من كياني، شركاء معايا في المصنع. عليك نور. تعرف يا نشأة بيه؟ لو في يوم العمال حست بصدق مشاعرك دي، ثق تماما، مش هيكون هناك ظالم ولا مظلوم، بالعكس هيكون هناك عدل وحب وانسانيه. الانسان بطبعه خير، وظروف احيانا ممكن تغير اي بني ادم، ولا انت مش معايا يا نشأت بيه؟ على اذنك.
ازاي سبته يتصرف كده؟ ليه ما منعتوش بالقوة؟ يا بيه يا سعادة البيه، امنعه ازاي؟ ده كانت الرجالة اكلتني. الولد ده يقصد ايه يا سلماوي؟ ده تحريض صريح للعمال ضد الادارة. الله يا سعادة البيه، اهو عوض اخو عوضين، يغوروا هما الاتنين، احنا برضو اللي جبنا ده لنفسنا. عاوزوا ليه؟ خلصنا من الباش مهندس، طلع لنا الباش حكيم، حد يجيب الضرر لنفسه بايديه يا سعادة البيه. كنت عاوز النفوس تهدى شوية عشان انا ببص لبعيد. الانتخابات قربت يا سلماوي، الولد ده مش وش نعمة، تفسخ له عقده مع المصنع من اول الشهر. مش بالبساطة دي ولا بالسرعة دي. امال هتعمل ايه؟ دي لعبتي سلماوي بقى يا سعادة البيه. اللي خدته القرعة تبقى تاخده من الشعور. يعني ايه؟ سيب الحكاية دي في ايد محسوبك سلماوي واتفضل سعادتك، ما تفورش دمك. الجماعة عاوزينك في البيت. ست نادية اتصلت بسعادتك فوق من 5 مرات. ما قالتلكش عاوزة ايه؟ عاوزة نشأة دي. يا نشأة دي مش منبه عليكي، ما تكلمنيش في المكتب. خلاص الدنيا اتهدت، القيامة قامت، مش قادرة تستنى لغاية ما اجي. ما قدرتش، أصلي فرحانة قوي. طب ما تفرحينا معاكي. أنا حامل يا سينا شفت. قلت إيه؟ سمعيني كده تاني. قلت إيه يا أختي؟ ما تكسفنيش بقى. ده انا كل اللي بترجاه من الدنيا عيل منك. والله صبرت ونلت يا نشأت وجالك الخلف الصالح. مبروك. اسمعي، الحمل ده لازم تتخلصي منه بسرعة. اخلص منه؟ ده ابنك يا سي نشأت. ما تنطقيش السيرة دي على لسانك تاني. ما اقدرش، ده حتة مننا احنا الاتنين. ابوس ايدك يا سي نشأت، ابوس رجليك. انا مش عايزة منك حاجة غير كده. عيل صغير يرد عني غيبتك ويونسني في وحدتي. الايام جايه، اخلصي منه دلوقتي وبعدين لما نتجوز يبقى يخلفي زي ما انت عاوزه. نتجوز؟ لو انا مش مراتك. ايوه، بس مركزي واسمي وسمعه العيله. ربنا يزيدك كمان وكمان، بس ما تطلبش مني اللي ما اقدرش اعمله. ده انا بحبك يا سناش. قلت لك مش دلوقتي، انا داخل على انتخابات. انتخابات؟ انتخابات اغلى مني؟ اغلى مني عندك؟ انتخابات اغلى من طناك؟ فهمني يا بيه، انا اغلى عندك، اسمك وسمعتك كل ابنك لحمك ودمك، فهمني. كلمه واحده مش هتنيها، يا اما تنزلي اللي ببطنك يا مش هتشوفي وش تاني. أنا نادية يا نشأت. صباح الخير. نفذت اللي قلتلك عليه؟ حرام عليك يا نشأت. أنا متشكرة أوي يا دكتور عماد.
ايد، انا ما عملتش غير الواجب. كتر خيرك. اعتبريني زي اخوكي بالظبط، انا وعيادتي تحت امرك في اي وقت. مع السلامه. الله يسلمك. الو، ايوه انا. مين؟ افندم، في موضوع مهم عاوز اكلمك فيه. اتفضل قول يا دكتور. مش هقدر اشرح لك في التليفون، دي مساله حياه او موت. على العموم انا مش خارجه، تقدر تيجي وقت ما انت عايز. ممكن اشوفك اذا سمحتي برا البيت؟ بعيد عن نشأت، مش كده؟ تحب نتقابل فين؟ في اي مكان يعجبك، وهو كذلك. حكون هناك بعد نص ساعة. مع السلامة. آسفة يا دكتور، أفتكر إنك أقرب لنشأت مني وتقدر تقوله اللي أنت عايزه. أنا ما طلبتش منك تكلمي نشأت، أنا عايزك تكلميها هي. للدرجة دي خايف على إحساساته؟ مش عايز تفهمها إنك عارف العلاقة اللي بينها وبينه؟ أرجوكي، أنا كل اللي يهمني كطبيب مسؤوليتي بالنسبة لإنسانة مسكينة حياتها معرضة للخطر. نادية حالتها في منتهى الخطورة، واستمرار الحمل معناه نهايتها، وحرام تفقد حياتها بسبب شخص جبان ما بيقدرش معنى التضحية. غريبة، انت اللي بتتكلم عن نشأت بالطريقة دي؟ لو سمحتي قبلي نادية وحاولي تقنعيها. مش قبل ما اعرف ليه اخترتني للمهمة دي. ميرفت، انا كفاية اقولك اني اخر مرة قابلتك فيها ندمت على كل كلمة قلتها لك. ندمك ما يهمنيش قد ما تهمني تصرفاتك. انا عمري ما هنسى علاء، ويمكن عشان كده روحي النادية دلوقتي، ووعدك هشرح لك كل حاجة في الوقت المناسب. كل اللي يهمني تعرفيه اني مش جبان زي ما انت فاكرة. اتفضلي يا ست ميرفت. قلتي ايه يا نادية؟ قلت لا اله الا الله، لن توليه زي يا ست هانم وتقدري معزة الضنا. افتكرت بعتك تبركيلي مش تقتليني. نشأت ما يعرفش حاجة، انا اتكلمت مع الدكتور عماد. يعني اتفقتوا على نادية الغلبانة كلكم؟ يا عالم انا مش طمعانة في حاجة. انا عارفة يا نادية صدقيني، لكن الموضوع مش زي ما انت فاهمة ابدا. امال ايه؟ ده اللي بطني ابنه ولازم يفضل عشانه. حتى لو كان خطر على حياتك. عمري كله يروح هدر تحت رجلين سنشأت، بس يشوف ابنه لاجل ما يحن قلبه عليا طول ما انا على ظهر الدنيا. للدرجه دي؟ في حد في الدنيا بيحب نشأت للدرجه دي؟ اللي يحب عمره ما يكره، وانا عمري ما حبيت غير سنشأت. حاولت معاه مفيش فايده. مسكينه نادي، مش عارف هتصرف معاها ازاي. قد كده مهتم بيها؟ الناس دي كلها اهلي يا مرفت، اخوكي هو النشاز الوحيد اللي بيسطبني. بقولك ايه، عندك مانع تيجي معايا مشوار؟ فين؟ هنزور عامل من ضحايا نشأت، بس يمكن وجودك يخفف عنه شويه. مع السلامة يا استاذ. مع السلامة يا دكتور عماد. مع السلامة. مستني حد يا عبادي؟ ما تخافش يا عباس. مين؟ بس استنى انت شويه يا مستني. اهلا يا دكتور، اتفضل. اتفضل يا استهان. ازاي يا لوس عبادي دلوقتي؟ نحمده ونشكر فضله، احنا كنا فين؟
اتفضل. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا، ازيك يا استاذ عباد؟ الله يخليك. اهلا وسهلا يا ست هانم. حاجه ساعه يا ام السيد. حاضر. ازيك دلوقتي يا عم عباد؟ الحمد لله، البركه في الدكتور عماد. امان عليك يا ست هانم، تخلي الدكتور عماد يطمن قلبي. احسن انا عندي كوم لحم، ودراعي لو عجز ولادي هيتشردوا. وبعدين معاك، تعالى معايا بقى ما اشوف الجرح عامل ايه. اتفضل يا دكتور. يا ام السيد تعالي اقفي معايا، رحت فين يا وليه؟ انا هساعد الدكتور. الحمد لله الجرح بقى احسن كتير يا استاذ عباد. حرك صوابعك كده. مش قادر يا دكتور، صوابعي باين عليها عجز خالص. حاول يا استاذ عبادي، الاعصاب سليمه. مش قادر، مش قادر والله. حاول يا عم عبادي، حاول تحرك صوابعك. ايدك سليمة يا استاذ عبادي، مبروك. مفيش داعي تقول أي حاجة يا دكتور، أنا فهمت كل اللي عايز تقوله. فهمت إيه؟ فهمت ليه عملتني بالقسوة دي؟ ليه كنت بتجرحني في كل مرة حاولت أتكلم معاك فيها؟ لأني بفكرك بالانتقام، وجودي قصادك بيفكرك بدم علاء اللي راح حاضر. حبيت تقولي إنك إنسان مسالم وبتحب الناس، ولا يمكن تفكر إلا في مهنتك. مش هي دي الحقيقة يا ميرفت؟ أمال ليه دخلتني في موضوع نادية؟ ليه خدتني معاك امبارح بيت عبادي؟ عشان تعرفي اني بنتقم لعلاء. ازاي يا دكتور؟ انت كان في ايدك تطلب اعادة التحقيق مع نشأت، كان ممكن تفضحه في حكاية نادية المسكينة. مش هنوصل لأي نتيجة. أمال ايه اللي هيوصلك لنتيجة؟ طول عمري وانا مستحملة جبروت نشأت، صبرت على جنونه لحد ما حبيت علاء. وجوده كان بيهون عليا، لكن بعد علاء ما راح مش عارف اعمل ايه. يا دكتور انت مش هتنتقم من نشأت بالكلام الحلو اللي بتوزعه على الناس، ولا بسمعت الدكتور. امال ازاي؟ فكرت ازاي ممكن ننتقم من نشأت؟ انا فكرت اقتله، لكن ما قدرتيش، لاننا مش وحوش في غابه. نشأت بيستمد قوته من ضعف الناس اللي قدامه. انا بعلم الناس ازاي ترفع راسها علشان تشوف حجمه الطبيعي. مجرد انسان هش، اي طفل ممكن يحطمه. امتى يا عماد؟ كل حاجه لازم تاخد وقتها. نشأت ظالم، انا بكرهه. عمري ما فكرت ان الكره هو اللي يجمع ما بيننا. يعني ايه؟ لا ابدا، هي دي فعلا الحقيقه. يلا يا ولادي اطلعوا بره، عيب كده. احنا متشكرين قوي يا سهانم، عقبال ما تجيب العوضك يا رب. ليه بس التعب ده؟ ده مجيت عندي هنا يسوي عندي الدنيا بحالها. متشكرة. لوست عبادي فين امال؟ راح مشوار يا سهانم. وعباس معاه؟ عباس انا عايزة في كلمتين. اهلا وسهلا ميرفت هانم. حضرتك كنت عارفة اني هنا؟ من يوم ما جيت مع عماد. ما بلغتيش عني؟ لاني متأكدة انك بريء. الناس كلها عارفة كده، وبرضه اتربيت في السجن. وهروبك هيثبت عليك التهمة اكتر. لازم اخد بطاري من نشأت. يا لهوي، واحد
القتل ما بيحل المشاكل. اسمع يا عباس، احنا كلنا واقفين جنبك لحد ما تبان الحقيقه. ما تضيعش مجهودي ومجهود الدكتور عماد. انت نسيت شهادتنا في النيابه؟ قلت ايه يا عباس؟ انا نشأت صبري ولد زيده يتحداني ورشح نفسه ضد في الانتخابات؟ افتح له مصنعي ويعيش من خيري وفي الاخر يعلن عليا الحرب؟ ولا عار يا ابن فاطمه. الدنيا مش ليك لوحدك يا نشأت. اللي يرفع صوته نشأت يبلعه. فاهمه؟ فاهمه ايه؟ عايزني اعمل لك ايه؟ هروح اترجعي تنزل لك. ما تجيبيش السيره التاني على لسانك. امال بتقولي الكلام ده ليه؟ انا حر ببيتي، ازعق زي ما انا عاوز واقول اللي اقوله. خلاص زعق. الله. كده برضه يا عماد. وانا اللي كنت فاكراك عقلت. ابعد عن الطريق ده يا حبيبي. كنت فاكرك هتقفي جنبي لحد ما دفعوا الثمن. ده انت فرحه قلبي اللي ما دخلهاش فرحه من اليوم الغالي. انا خايفه عليك من غضب ناشئ. تهون عليا حياتي. ودم اخويا ما يروحش هدر ابدا. استر يا رب. يا ترى مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ اتفضلي. عماد انت انسان رائع. لاول مره افهم معنى كلامك واقدره بعد ما سمعت اللي حصل. ما تتصورش دخولك الانتخابات هزه قد ايه. تعال معايا يا عماد، احنا لازم نرتب الموضوع احسن من كده. عماد كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ عماد ملوش خروج معاكي، مش كفايه اللي حصل لنا؟ ارجوك يا ماما، انا ما صدقت حطيت ايدي على الجرح اللي ممكن يقضى عليه. عماد هياخد بطاري وطارق وطار كل الناس الغلابه اللي ضيعهم نشأت. نشأت اخوك يا ميرفت. انا ماليش اخوات غير عماد. ما تخرجش معاها يا ابني. احنا لازم نقف مع بعض لحد ما ندفعوا الثمن. انا اذنك يا ماما. يلا يا ميرفت. يا رب يا رب استر عليهم الليل وشر الليل. الدكتور زفت هنا؟ ما عندناش حد بالاسم ده. اغرق. الله يسامحك ويهديك. كلاب! براحة على نفسك، ما تفورش دمك كده. عرفني مين الكلب اللي اتجرأ وحط العناد دي في مكتبي علشان اكفيه بالنار واشرده؟ والله يا اغرق. حصلت يحطوا اعلاناته في مكتبي؟ يا بيه يا سعاده بيه، المثل بيقول ان هوى عليك الكلب لا مؤاخذه اديله ظهرك. الكلاب تعوى علي انا؟ طش يا باب يا سعاده بيه. ابن فاطمه الشغاله عاوز يعمل راسه براسي؟ ازمه اخلاق يا فندم. اخلص! لو كنت مفتح عينيك ما كانش حاجه من دي تحصل ابدا، ولا ناوي اطردك انت كمان من رحمتي؟ لا يا سعاده بيه اعمل معروف يا بيه، بس انا اعمل ايه يا سعاده بيه؟ الكلاب اللي حواليه كتير قوي والواد واكل عقلهم. يعني ايه؟ ارخلهم حبال الصبر سلب يا سعاده بيه، خليهم يعملوا ما بدل. هو الانتخابات نتيجتها في الاخر مش لنا. ما يدخلش الانتخابات خالص، واذا اتجرأ ودخل الانتخابات هو الجانع على نفسه. خدامك يا سعاده بيه. اعميهم بالفلوس. انا هخلي الدبال الازرق ما يعرفش سكته ابن فاطمه. عمري ما تصورت اني هقدر اجي المكان ده تاني. ليه؟ نفس المكان اللي تعودنا نتقابل فيه انا وعلاء. اعتبرته محرم عليا. زي كل الذكريات الحلوه اللي حرمني منها نشأت. عماد، انا النهارده جيت لك عشان اكلمك في موضوع. بس ارجوك ما تفهمنيش غلط. عاوزه تقولي ايه يا ميرفت؟ نعلن خطوبتنا يا عماد. أنا مش طالبة منك أكتر من كلمة قدام الناس. كلمة؟ مش فاهم. أحلف لك يا عماد، أنا عمري ما فكرت فيك كزوج أو خطيب. أنا قلبي خلاص اتقفل ولا يمكن أفكر في جواز. كفاية أرجوكي. مش أنت اللي قلتلي لازم نتعلم نرفع راسنا قدام نشأت؟ مش هو ده كلامك؟ أنا ما عرضتش عليك العرض ده إلا عشان أقف جنبك.
هي دي الضربة اللي هتقضي عليه. قلت ايه؟ ابدا، بس الخبر ده فاجئني. فين عماد؟ الخرس اتكلم على قلوبكم؟ مفيش حد فيكم عاوز يتكلم؟ فين عماد؟ كويس انك جيت برجليك يا نشأت. سيدك نشأت بيه وسيد الدايرة كلها يا ولد. عموما الناس هي اللي هتبقى الحكم ما بيني وبينك. ناس؟ انت بتسمي القاموش اللي حواليك دول ناس؟ اسمع يا زينة الافنديات، الدايرة دي دايرتي، مالكش فيها لا شبر ولا اراد. دايرتي انا، دايرة ناس اكابر عن اكابر يا ابن فاطمة. انا صحيح ابن فاطمة، بس مش كمان ما بطعنش الناس في ضهرهم وغيري هو اللي يدفع تمن. اخرس انت، انا لازم تخرس لاني ناوي اتكلم وهتكلم كتير. عماد ابعد عنه يا عماد، ده الحقد مالي قلبه مش عارف بيقول ايه. انت ازاي جرأتي وجيت هنا؟ انا واقفه جنب عماد، جنب خطيبي. المرة دي مش هتقدر تقف قصادنا. طول عمرك أناني ما بتفكرش غير في نفسك، غرورك عماك عن كل شيء، حتى نادية المسكينة اللي بتحبك ومستعدة إنها تموت. اخرس اوعى تمد ايدك، واجهني أنا كده. أنت ولد شاب، الظاهر نسيت الدرس اللي علمتهولك، لكن لازم أعلمهولك من جديد. طمعانة في ايه من الفضيحة في وسط الناس؟ أنا مش طمعانة في حاجة، أنا عايزة ابننا. ابنك لوحدك؟ حرام عليك يا سنشأة، ده ابننا احنا الاتنين، ابن الليالي اللي استحملتك فيها على صدري واستحملت ذلك وأسويتك عشان بحبك. لازم تتخلصي منه. ده أنا بيه عمري وما قتلش ابني بإيديا. سامع يا سعادة البيه؟ ده أنت حتى لو قتلتني مش هسقطه. اخرسي. مش هسقط برضه، مش هسقط، مش هسقط. انت طالع وقدرت تنتقم. مين هون عليك عاري؟ اهون عليك بعد السنين دي كلها مستعملاك. اروح فين بابني؟ اروح فين؟ ده انا ماليش في الدنيا خير. ادخل. خير يا سعادة البيه؟ قالوا لي سعادتك سألت عليا سعادي، ما صدقتش نفسي. اقعد يا سلماوي. يزيد فضلك يا سعادة البيه، ما يصحش يا فندم، ده انا برضه خدامك. قلت لك اقعد. عملت ايه مع العمال؟ الموج عالي قوي يا سعادة البيه، وخدامك سلماوي ما يقدرش يركب لوحده. يعني ايه؟ الفلوس اللي سعادتك اديتها لي اهي كاملة. الظاهر الناس اغتنت اليومين دول. كلام بيتبطروا على النعمة. على
حلال عليك يا سماوي. افندم سعاده البيه، خليهم على شانك. يزيد فضلك يا سعاده البيه، انما سعاده البيه ده كتير قوي عليا، انا ما احلمش بيه. سعاده البيه ليه ده كله يا سعاده البيه؟ مكافأة مني ليك. مكافأة؟ برضه يا سعاده البيه مش فاهم حاجة. حضرتك عمرك ما كافئتني إلا لما بطلب منك اللي محدش تاني يقدر عليه. مش عاوز تقول كده؟ حضرتك اللي قلت يا فندم، أنا ما قلتش حاجة. ولسه هقول لك ولازم تسمعني. نجاح ابن فاطمة في الانتخابات معناه إيه؟ وده معقول يا سعادة البيه؟ دي شوية عيال بتلعب في تراب. ولاد فاطمة ما بقوش عيال يا سلماوي. علشان كده لازم يحصلوا بعض في تربتهم. دكتور عماد؟ كلب بطران رفع راسه. وأنت اللي حتويه يا سلماوي. أنا؟ اتفضل فلوسك يا سعادة البيه. يعني ايه؟ بقيت تعصى اوامري؟ لا يا سعاده البيه، بس انا صحيح صورت وهلبت ووسخت بعدد شعر راسي، لكن وسخت يا سعاده البيه كانت على الورق، كانت في الدفاتر، كانت جوه الاربع حيطان. اللي سعادتك بتطلبه مني ده انا ما اقدرش عليه. ده عايز واحد اوسخ مني، عاوز قلب ميت وايد قادره. وانا عشت طول عمري مذلول يا سعاده البيه، ما رفعتش راسي من ذلة سعادتك. سعادتك ذلتني أكتر ما ذلت أي حد في العالم. دي فرصتك يا سلماوي علشان ترفع راسك. لو خلصتني بابن فاطمة هتبقى كل في الكل هنا في المصنع. اتفضل فلوسك يا سعادة البيه كاملة على دائر مليون، وكل واحد بياخد نصيبه في الحياة. عن إذنك. استنى عندك يا سعادة البيه. نشأت بيه قتلك سلماوي مش هينجحك في الانتخابات. جبان، اختفي من قدامي. انا هختفي من البلد كلها قبل ما المركب تغرق بينا احنا الاثنين. عن اذنك انا شاب. المركب مش هتغرق ابدا. انا ايدي لسه ما تهزتش وكلمه رصاص ينطخ في قلب اللي هيرفع راسه. اهلا ست فاطمة، اتفضلي. الست ميرفت موجودة؟ ايوة موجودة. اهلا يا ماما فاطمة. اهلا بيك يا حبيبتي. مبروك لعماد، مبروك لينا كلنا. الله يبارك فيك يا حبيبتي. اتفضلي. لا معلش، اصلي مستعجلة ولولا غلاوتك عندي ما كنتش جد دلوقتي. تصوري في وسط الزحمة اللي احنا فيها عماد صمم ان اجيب لك الجواب ده بنفسي. ليا انا؟ ايوه يا حبيبتي، واديني سلمتهولي. فوتك بعافيه. طب اتفضلي شويه. معلش اصلي مستعجله شويه، وقت تاني. مع السلامه. الله يسلم. الان بعد ان انتهى كل شيء ولم يعد لليد التي امتدت الينا بالظلم الا ضعفها وندمها وخوفها من الغد، أظن أنني لست جبانا كما اتهمتيني. أرجو أن تعتبري خطوبتنا المزعومة قد انتهت إلى الأبد. كان نصيبي في الحياة أن أظل الأخ الوفي المخلص، وسوف أكون كذلك بالنسبة لك إلى الأبد. وبعدين معاك بقى رابع مرة سخن الأكل، مش هاكل لك لقمة؟ ماليش نفس.
طب ولازمتها ايه السجاير دي بقى كلها؟ انت اديتي جواب لمرمت؟ ايوه. عارف بقى يا عماد، البنت دي صعبانه عليا قوي، زي ما تكون بنتي واكتر. مش عارفه يا حبه عيني هترسي على قلبه بره. قصدك ايه؟ مفيش حد جنبها يا دنار، واخوها ربنا يسامحه على اللي عامله فيها. عشان اعملها ايه يعني؟ ما انت برضه في مقام اخوها الكبير. اخوها الكبير وابنك الكبير؟ انا هيفضل مكتوب عليا اشيل هموم الدنيا لحد امتى؟ لحد ما ترسلك على بر وتفرحني بعيل ولا اتنين قبل ما اموت. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ انا عايزه اقول لك يعني انت قلت لها ايه في الجواب؟ ارجوك يا امي بلاش السيره دي دلوقتي. ايوه ما انا عايزه اتكلم معاك بس. معلش. موجود يا ماما. موجود يا حبيبتي، اتفضلي. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. هي اللي هتقدر عليه. قد ايه يا ستي مش عايز ياكل ونفسه مظبوط. انا هروح احضر لكم لقمه عشان تفتحوا نفس بعض. ليه بتحاول تهرب مني؟ أنا قريت جوابك يا عماد وحسيت باللي أنت عايز تقوله. أنت عمرك ما حسيتي بيه، مع إنك دايما كنت في خيالي وأحلامي من صغري وأنت عايشة معايا. رحلتي في الحياة كانت عشانك، عشانك أنت سافرت. كنت مصمم أرجع لك بسلاح عشان أكسر بيه الحواجز اللي كانت بتبعدني عنك. أيام وليالي سردها صورتك ما كانتش بتفارق خيالي. كنت بستعجل الأيام عشان أرجع لك، ولما رجعت لقيت كل الأحلام اللي كنت بحلم بيها بقت وهم خيال. لقيتك مرتبطة بحب أعز إنسان عندي في حياتي. تقدري تقولي لي كنت أعمل إيه؟ كنت لازم أهرب، أهرب من حبك وتفضل ذكرى علاء حاجز ما بيني وبينك. الذكرى هتفضل طول عمرها عايشه معانا. انت محتاجني وانا كمان محتاجالك، ويمكن الايام تقدر تداوي جروحنا. نجا مراتك. كانت مراتي وخلاص طردتها. نجا حالتها خطيرة وطالبة تشوفك. هي حرة تطلب اللي هي عاوزاه. وانت كمان حر في تصرفاتك، مش ده اللي عايز تقوله؟ انت هتحاسبيني؟ يا ريت كان بإيدي. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ ما عندكش احساس؟ فاكر الناس كلهم عبيد عندك؟ كفاياك غرور بقى. أنا كنت فاكرة إن ضميرك ممكن يصحى، لكن يا خسارة، أنت ضميرك مات من زمان. مساء الخير يا حاج. عباس، إزاي؟ الدكتور عماد فين؟ خير. أنا جاي آخد رأيه قبل ما أسلم نفسي. سلم نفسك؟ أيوه. أنا عرفت لما كان التيار شديد عليا وما قدرتش عليه، ودلوقتي بعد نجاح الدكتور حمام أقدر أسلم نفسي وأنا مطمن، على الأقل أضمن كلمة تنصفني. والله ما أنا عارفة أقول لك إيه، بس لو كان عماد هنا. أمال هو فين؟ عند أختك في المستشفى، أصلها بتولد وتعبانة شوية. بتولد؟ ونشأت. أدي الله ودي حكمته، يمكن لما ربنا يرزقه بعيل يحس بقيمة ضناه وقلبه يحن. لسه هنستنى اما قلبه يحن؟ مش كفايه كان هلاحمه ورماها غطم؟ اسمع الحاجه،
انا ما قلتلكيش ولا قلتلكيش اي حاجه. كفايه سوني اللي كفايه كفايه كفايه. نجا نجا هدي نفسك يا نجا، احنا كلنا معاك. خليه يجي يشوف ابنه. انا خلاص ما عدتش منه، ما عدتش عايزه منه حاجه. اطمني يا بنتي كل حاجه هتتصلح. ماما فاطمه رايحه فين؟ خليكي جنبي يا ميرفت، انا راجعه حالي. سناش واحده تخلى على ابنك، ابنك ملوش غيرك يا سناش، وهتسيب ابنك يا سناش. من كده يا نشأت بيه. انت امشي اطلع بره، انا مش هنا، مش عاوز اشوف حد. ومين قالك ان في حد عايز يشوفك؟ انت طول عمرك بتتكلم والناس طول عمرها بتسمعك، المره دي انا اللي هتكلم، مفيش داعي تغلط نفسك. تعال يا نشأت انزل، انا عايزاك. لو عايزة أعوز كتير قوي، أعوز عمرك قصاد دم ابني اللي انهدر، لكن أنا ما باخدش عوضي من العبد، أنا عوضي عند ربنا. دي جاية تشمتي فيا؟ أبدا يا نشأت، أنا جاية أتوسط للإنسانة المسكينة اللي ضحت بنفسها علشانك. نادية بين الحياة والموت، نادية بين الحياة والموت يا نشأت. نادية؟ أيوة نادية، نادية اللي ضحت بنفسها وهي عيانة علشان تجيب لك عيل من لحمك ودمك. ذنبه ايه المسكين ده يطلع على وش الدنيا يلاقي ابوه متبري منه؟ ضناك محتاج لك. كفاياك عناد يا اخي، انت وقفت قدام حكمه ربنا كتير، رسمالك كان اسود القلب والتعالي على الناس. ارجع لاصلك يا نشأت. الولد فين دلوقتي؟ مع عمته في المستشفى. تعال معايا يا نشأت، تعال معايا المستشفى، ربنا يهديك. مراتك وابنك محتاجين لك. طيبة أوي يا ست فاطمة، وأنت كمان طيب، وعشان كده أنا جيت. تعالى معايا. تفتكري هيرضوا يقابلوني؟ إذا كان الرب بيسامح يبقى العبد في إيده إيه؟ دي ميرفت أختك، وعماد أخوك، ونادية مراتي، مراتي على سنة الله ورسوله. أنا مش بقولك، مش بقولك إن أصلك طيب. سامحيني يا تفضل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا نشأت بيه.